أنا كنت متضرة وشاهدة ومبلغة على تلاعب في مناظرة صلب الشركة التونسية للتنقيب على البترول. المناظرة هذه أنجزت خلاف الصياغ القانونية فيما يخص المعارف، هم أكثرية اللي دخلوا في الكونكور الوهمي اللي صار هذية. أول حاجة ما صدرتش نتيجة، ما خرجتش النتيجة، هذية دخلت بشهادة اللي هي نورمال موحتين في الانونس ميتريز فيرم، يعني لازم باك بلس 4، هي داخلة باك بلس 3. هوني نجم نحطوا نقطة استفهام، مجموعة يخدموا بكونترا في وسط المؤسسة، الناجح تتنحى بلاستو. 12 سنة من الهرسلة، رسالة خاصة موجهة للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يوفر الحماية للمبلغي لتورط كوادر نافذة وكبيرة وأطراف متشابكة ببعضها. ملف الانتدابات والمناظرات الوهمية في الشركات العمومية، اليوم معنا ناشطة في المجتمع المدني ومبلغة عن الفساد سيدة إيمان القاسمي، باش تحكي لنا على مناظرة صارت في 2011 في شركة السي تي اف. عسلامة. عسلامة. لو كان تقدم لنا نفسك وتحكي لنا على المناظرة اللي صارت في الشركة التونسية للتنقيب عن البترول السي تي اف، واللي انت كنت شاركت فيها ولكن تحرمت من بلاستك ومن حقك في الانتداب، لو كان تحكي لنا اكثر. ايمان القاسمي مبلغه على الفساد ومتضرره جراء الكونكور اللي صار اواخر 2011، متحصله على جائزه مكافحه الفساد في 2014 لسنه 2014. تكويني شنو عملت السنوات هذه كلها؟ عملت برشا، خدمت برشا، خدم ما قعدتش واقفه نستنى في خدمه باش تجيني. فيما يخص تكويني، انا عامله ماستر ريشيرش ان فينانس اسيرونس اي جيستيون دي ريسك، عامله ليسونس اون دووا بريفي، عامله شويه شهادات في التكوين المهني لاختصاصات معينه، هواياتي عملت فيهم تكوين. انا كنت متضره وشاهده ومبلغه على تلاعب في مناظره صلب الشركه التونسيه للتنقيب على البترول في اواخر 2011، اللي شابتها العديد من الخروقات والتجاوزات اللي مثبته بالاوراق. المناظرة هذه أنجزت خلاف الصياغ القانونية ومبنية على المحاباة وعدم توفر الشروط في بعض الحالات للمتشاركين، شروط البطالة مثال، وفما شروط أخرى. فيما يخص المعارف، هم أكثرية اللي دخلوا في الكونكور الوهمي اللي صار ذي، بما أنه فما برشا عاطلين على العمل ما فاقوش بها الإعلان ذي، لذا عاودت الشركة عملت كونكور تكميلي، عملت أنت مناظرة تكميلية على خاطر فما برشا ناس ما سمعوش به، بما أنه الكونكور هذي هبط الإعلان متاعه نهار 28 أوت 2011 بجريدة الصحافة اللي هو يوم عطلة لهنا، حتى الإعلان على النتيجة متاعه ما تمش، ما صارش زاد كيف. عدم إدراج المناظرة بموقع الويب للحكومة التونسية اللي هو الجوف، كيف ما فهمش استمارة، ما تمكنناش، أنا واحدة من الناس ما تمكنتش باش نعمر الاستمارة بما أنه مش موجودة في الجوف. الإخلالات هي باريكزومبل عدم التزام بمنشور السيد الوزير الأول اللي هو احترام مرسوم 32 فيما يخص الانتدابات الاستثنائية. دونك نشوفوا لهنا، حيث نص القرار بضرورة التزام الشركة بشرط البطالة لدى المقبولين في القائمة النهائية، دونك حيث أوصى بضرورة التثبت لدى المصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. دونك من الخروقات اللي صارت في المناظرة هو الترتيب الخاطئ للمترشحين الأوائل في المناظرة، السوسيتي ملتزمتش بالكويفيسيون دو بونديراسيون اللي هو متاع لغال والملف 30% و70%، مما بدل ذي مما أثر بصفة كلية في بعض الحالات على ترتيب المترشحين. يعني هذا هو القلب هي حطوها الأولى، نحكي على البوست متاعي. هو هالمناظرة ذي ولا القضية بالنسبة لي عمرها 12 سنة طوى، معناتها أنا من أواخر 2000 بداية 2012 وأنا نتبع فيها. بيان سور رفعت قضية وفما برشا أطوار، أوكي، لين آخرها الحمد لله تحل تحقيق. بعد ما صارت هالمناظرة هذه في 2011 وانت شاركت فيها، شنو كانت النتيجة؟ النتيجة
أول حاجة ما صدرتش نتيجة، ما خرجتش نتيجة ساعة، قعدت أنا نحاول نتصل بالمؤسسة بالهاتف باش نعرف النتيجة. اتصلت بوزارة الصناعة وقدمت شكاية في 2012، كيفيف ما فما حتى شيء. تقدمت بقضية 2012، بعدها ما فما حتى شيء. ومن بعد بيان سور هما قاموا بتقاريرهم، التقارير أثبتت اللي هو كلامي صحيح. قمت بطلب للنفاذ للمعلومة عن طريق الهيئة باش ناخذ معلومات تخص المناظرة ذي، والمعلومات اللي خذيتها عن طريق النفاذ المعلومة أكدت كلامي اللي أنا اللي هو يتقال. دونك شوفوا لهنا غرار قبول وانتداب مترشحة لا يستجيب مستواها العلمي لشروط المطلوبة في المناظرة هذه في الخطة متاعي. هذه دخلت بشهادة اللي هي نغمل موحتين في الانونس ماتريس فارم، يعني لازم باك بلس 4، هي داخلة باك بلس 3، وتبين كونها هي بين شهادتها كي خذيتها وانها اودعت المطلب في المشاركة في المناظرة ما فماش ايامات، معناتها ما يتوفرش فيها شرط البطالة. هما ديجا في الانونس حاطين لازم انت تجيب استماره من عند البنك كونك انت معطل على العمل، اللي هو القانون هذايا الاستثنائي تعمل خصيصا للمعطلين على العمل واصحاب الشهائد العليا. والسيده هذه نفسها اللي هي في البوست نتاعي انا 04، انا شاركت في البوست 04، السيده هذه بيدها غيروا لها من بعد الخطه نتاعها، معناتها تغيرت الخطه من بعد. وهي دخلت بالمحابات بما انه بوها يخدم في السوسيتي وعنده اكثر من 15 عام غادي كمدير. هو المشكله مش كون بوها مدير، تنجم تكون بوها مدير وتخدم من حقها، كل طالب شغل من حقه انه يخدم، لكن انك تكون ما عندكش لي كريتير المطلوبين باش تدخل البوست هذيه، هوني نجم نحطوا نقطه استفهام. دونك هنا كما نشوفوا في جريدة الأسبوعي صادرة نهار 32 أفريل 2012، نلقاوهم كاتبين في شركة بترولية عمومية منتدبون بالمحسوبية وباشرون مهامهم قبل إعلان نتائج المناظرة اللي ما أعلنوش عليها. ما فماش نتيجة، يعني ما هبطتش نتيجة. مجموعة يخدموا بكونترا في وسط المؤسسة، معناتها ديجا يخدموا فيها، عملوا لهم ريزيلياسيون دو كونترا وعملوا لهم كونترا جديد، يعني هما في وسط المؤسسة يخدموا مجموعة منهم. صحيح الناس تتعب، واحدة من الناس كيف وكيف برشا معطلين على عمل في الوقت هذيك، تعبنا وقرينا وكلنا أمال وداخلين عديو في المناظرة كلنا أمال، وخارجة من الانتروتيان اللي صار لي فرحانة من اللي تقال لي من اللي عملوا لي الانتروتيان، الزوز اللي عملوا لي الانتروتيان. في الأخر نلقى لي الناجح تتنحى بلاسته وتتحط في بلاسته إنسان غير كفء غيانك ولا خاطر بوها وإلا شكون يقرب لها يخدم في الشركة. تم بالمحابات واللي دخلوا الكل في الكونكور هذايا أواخر 2011 اللي تم الإعلان عليه في أواخر 2011، وصارت المناظرة في أواخر 2011. الأكثرية منهم الكل دخلوا بالمحابات وبالمحسوبية وعندهم علاقات قريبة برشا من ناس هم اللي عاونوهم باش يدخلوا في الشركة هذايا. هل أنه أنت بعد ما أرفعت يعني قضايا ومشيت يعني العضو المنفذين شنو صار من بعد؟ والله أنا رفعت قضايا وما فماش باب ما دقيتوش، شكايات عندي شكايات، يمكن نجم نقول لك هذوما كلهم شكايات، شكايتك هو شكايات، ما صار حتى شيء. حاليا هي في التحقيق، تحل فيها تحقيق من فترة قصيرة. يعني اليوم الحملة أو الإجراءات اللي ماخذتها الدولة في التثبت من الشهائد العلمية ولازم أنها تصير اليوم في عدة شركات اللي هي اليوم تعيش صعوبات بسبب أنه فما ناس ما همشي في المكان المناسب أو ما همش في الاختصاص المناسب. هي في وقتها وأنا واحدة من الناس نستنى فيها عندي سنين، الملف ذا ملف حياتي يتسمى 12 سنة من الهرسلة، تعرضت لتهديدات جسدية، تعرضت أنواع الهرسلة الكل تعرضت لها وللآن قاعدة نتعرض للهرسلة. أنت تاوى معتها سنوات وأنت طالب بحقك، رفعت قضايا، اليوم شنية رسالتك للمسؤولين في الدولة؟ دونك نطلب من رئاسة الجمهورية والسلطات المعنية والمختصة في رسالة خاصة موجهة للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يوفر الحماية للمبلغين، لأنهم يتعرضوا للتنكيل للهرسلة، يتعرضوا للتهديد في بعض الأحيان، يتعرضوا للتصفية الجسدية. ونطلب من وزارة العدل للتدخل العاجل لمعالجة الملف ذي
اللي عمره بيان سور نحكي على الملف متاعي عمره 12 سنة اللي تورط كوادر نافذة وكبيرة وأطراف متشابكة ببعضها من غير حتى محاسبة ونطلب تطبيق القانون.